أهلا بيكم سنة ستة ابتدائي. النهاردة هنحل الاختبار السادس، كتاب سلاح التلميذ. 1، لاحظ خريطة الوطن العربي ثم أجب. يشير رقم 1 لمنطقة صحراوية ينظر بها السكان. طبعا رقم 1 يا شباب، هنبص على المؤشر هنا، طبعا دي اسمها صحراء الربع الخالي. 2، صواب أم خطأ. يشير رقم 2 إلى ثالث الدول العربية سكانا، طبعا رقم 2 هنا دولة الجزائر، فبالتالي الإجابة هتكون صواب. 3، يشير رقم 3 لدولة يتركز سكانها حول السهول الفيضية، وهي طبعا عندنا رقم 3 هي دولة مصر. 4، يشير إلى دولة تعاني من الأمية، وهي طبعا الدولة اللي هنا بتعاني من الأمية عند المؤشر يا شباب، هي الدولة عندنا موريتانيا. 5، يشير رقم 5 لدولة ترتفع فيها معدلات وفيات الأطفال، طبعا رقم 5 هي دولة الصومال. حدد 2 من الشروط التي يجب أن تتوافر في الوزير، طبعا الوزير محتاج الصدق والعدل والعلم والذكاء والأمانة. السؤال اللي بعده، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. اتخذ الخليفة أبو العباس عبد الله مدينة الأنبار مقرا للخلافة العباسية، طبعا الإجابة صواب. 2، تعتبر العطور والسكر من واردات الدولة الإسلامية، طبعا الإجابة عندنا هتكون خطأ. 3، توفي صلاح الدين الأيوبي قبل صلح الرملة، الإجابة خطأ بعد صلح الرملة. 4، أول من سك الدراهم والدنانير الإسلامية هو عبد الملك ابن مروان، طبعا الإجابة صواب. 5، تولت السيدة سمراء الأسدية الإشراف على الأسواق في عهد الخليفة هارون الرشيد، طبعا الإجابة خطأ. 6، الفئة الوسطى في الهرم السكاني تعول بقية الفئات، طبعا الإجابة صواب. دلل على صحة ما يلي، كان معاوية بن أبي سفيان سببا في تغير نظام الحكم في الدولة الإسلامية، طبعا الإجابة أنه أول من أدخل الوراثة في الحكم بالدولة الإسلامية. 2، براعة المسلمين في علم الفيزياء، طبعا يرجع ذلك أن المسلمين عرفوا انعكاس الضوء وقوس قزح والجاذبية. السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تتبع منظمة الإليكسو اتحاد المغرب العربي، منظمة اليونسكو، جامعة الدول العربية، منظمة الأمم المتحدة، طبعا جامعة الدول العربية. 2، نشأت الدولة الأيوبية بعد سقوط الدولة الطولونية الإخشدية العباسية الفاطمية، طبعا بعد سقوط الدولة الفاطمية. 3، إحدى الدول العربية التي وقعت اتفاقية أغادير، سوريا، مصر، السودان، اليمن، طبعا الإجابة هتكون مصر. انتصر المماليك على الصليبيين في معركة عين جالوت، حطين، فرسكور، ذات السواري، طبعا الإجابة عندنا انتصر المماليك على الصليبيين في عندنا موقعة يا شباب هنا، سوري آسف على اللخبطة، موقعة فرسكور، تمام هتبقى الإجابة موقعة فرسكور. 2 أو 5، يمثل رأس الهرم الاجتماعي في عهد الدولة الإسلامية الخليفة، الوالي، الأمير، القاضي، طبعا الإجابة هتكون الخليفة. ما النتائج المترتبة على وفرة المواد الخام وتنوعها في عصر الدولة الإسلامية؟ طبعا ترتب عليها تنوع الصناعات. ما النتائج المترتبة على إعادة عمرو بن العاص حفر قناة سيزو ستريس؟ طبعا ترتب على ذلك تسهيل التجارة مع بلاد الحجاز. السؤال اللي بعده، اكتب ما تشير إليه العبارة التالية، أعطى لأهل بيت المقدس الأمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم، طبعا عندنا عمر بن الخطاب. 2، وزارة مصرية مسؤولة عن إعداد مشروعات الموازنة العامة للدولة، طبعا وزارة المالية. 3، قائد مغولي تمكن من توحيد قبائل المغول، طبعا هو جنكيز خان. 4، خليفة أموي اهتم ببناء الخانات لاستضافة المسافرين، طبعا الخليفة ده هو عمر بن عبد العزيز. 5، خليفة عباسي أسس مدينة بغداد، طبعا هو أبو جعفر المنصور. 6، خليفة أنشأ أول أسطول بحري في الدولة الإسلامية، طبعا خليفة عثمان ابن عفان.
قارن بين الطبقة الوسطى والطبقة الخاصة في عهد الدولة الإسلامية. طبعا المقارنة، الطبقة الوسطى فيها أصحاب الأملاك ورؤساء الحرف وكبار العمال، أما الطبقة الخاصة فيها العلماء والتجار وكبار الأدباء. وبكده يا شباب انتهينا من أسئلة الامتحان. شكرا ليكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع. ياريت تدعمونا باشتراك في القناة لو سمحتم ليأتيكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، سنة 6 ابتدائي. النهاردة هنحل الاختبار السادس، كتاب سلاح التلميذ. 1. لاحظ خريطة الوطن العربي ثم أجب. يشير رقم 1 لمنطقة صحراوية ينظر بها السكان. طبعا رقم 1 يا شباب، هنبص على المؤشر هنا، طبعا دي اسمها صحراء الربع الخالي. 2. صواب أم خطأ، يشير رقم 2 إلى ثالث الدول العربية سكانا. طبعا رقم 2 هنا دولة الجزائر، فبالتالي الإجابة هتكون صواب. 3. يشير رقم 3 لدولة يتركز سكانها حول السهول الفيضية، وهي طبعا عندنا رقم 3 هي دولة مصر. 4. يشير إلى دولة تعاني من الأمية، وهي طبعا الدولة اللي هنا بتعاني من الأمية عند المؤشر يا شباب هي الدولة عندنا موريتانيا. 5. يشير رقم 5 لدولة ترتفع فيها معدلات وفيات الأطفال، طبعا رقم 5 هي دولة الصومال. حدد اثنين من الشروط التي يجب أن تتوفر في الوزير، طبعا الوزير محتاج الصدق والعدل والعلم والذكاء والأمانة. السؤال اللي بعده، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. اتخذ الخليفة أبو العباس عبد الله مدينة الأنبار مقرا للخلافة العباسية، طبعا الإجابة صواب. 2. تعتبر العطور والسكر من واردات الدولة الإسلامية، طبعا الإجابة عندنا هتكون خطأ. 3. توفي صلاح الدين الأيوبي قبل صلح الرملة، الإجابة خطأ بعد صلح الرملة. 4. أول من سك الدراهم والدنانير الإسلامية هو عبد الملك ابن مروان، طبعا الإجابة صواب. 5. تولت السيدة سمراء الأسدية الإشراف على الأسواق في عهد الخليفة هارون الرشيد، طبعا الإجابة خطأ. 6. الفئة الوسطى في الهرم السكاني تعول بقية الفئات، طبعا الإجابة صواب. دلل على صحة ما يلي، كان معاوية بن أبي سفيان سببا في تغير نظام الحكم في الدولة الإسلامية، طبعا الإجابة أنه أول من أدخل الوراثة في الحكم بالدولة الإسلامية. 2. براعة المسلمين في علم الفيزياء، طبعا يرجع ذلك أن المسلمين عرفوا انعكاس الضوء وقوس قزح والجاذبية. السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تتبع منظمة الإليكسو اتحاد المغرب العربي، منظمة اليونسكو، جامعة الدول العربية، منظمة الأمم المتحدة، طبعا جامعة الدول العربية. 2. نشأت الدولة الأيوبية بعد سقوط الدولة الطولونية، الإخشدية، العباسية، الفاطمية، طبعا بعد سقوط الدولة